التقرير باختصار ان كل اللي انا اكلته في هالمطعم ما يخص باي اكل في الدنيا العوده، يعني يمتازوا روحهم في هالطبخ، طريقه تقديم وطريقه الاكل وطعم الاكل روحه، كل شيء مفنودين فيه، كل شيء يمتازون فيه، يعني طريقه التقديم بالحل سمكه روحه اللي طعمه غريب. هالسمكه اللي اكلت منه القبوب وما ادري شو وما ادري شو، يعني كل شيء اخير عن الثاني. ما اكلت انا هالنمونه اكل في كل مكان شفتوني، مثل الاكل هذا انا ما اكلت شراكه، يعني يمكن يمتازون طعمه مميز عندهم، شيء كلت في كل البلاد، غير الاكل في هالمطعم روحه لطعم غير، يعني ما بينه ما شيء خير عنه، يا غير من الاخير من المطاعم اللي اروم اياه، ودي ثاني وثالث ورابع وخامس، وانصح كل اللي احبهم بالييه للمطعم هذا. هالمطعم يستاهل حد يعني من اللي بيون سدني، لكن ضروري ما يكون حريم ويهال ما ادري شو، لا حريال ويا حرمت اربع تنفار شباب رجال اعمال ثلاثه اربعه، هي يعني مش مبمال اكيله، مبمال ناس اكيله يعني تهرضم يبون شبعه بطن. انا الحين طلبت اربع صحون كلهن ميندش، الصحون الرئيسيه، ولا كاني كلت، شفت ولا سميته هالكبير وياي، يعني هذا وين قالت لي هذا لارج دش صحن عود، زاقت يوم شافتني اطلب هالكذا، قلت انت هيبي ترى اعرف شو عندكم انتم، هم يقدرون من الضبار يا عيال الحلال، لكن كله زين وكله فنان اللهم لك الحمد. تدرون المطعم خلم العرب؟ ها ما حد الا نحن، هي والله فاضي. قانونهم ياكلون ويحل هالبلاد من المغرب من الساعه 7 من 6 ل 8 ونص، ونحن الحين جالسين 9 ونص مسكرين، بيسكرون المطعم يا غير التريون، الحين بس طلبنا الحساب الحين بنشتري. والله طلبت ربع الحلاوه بعد اليوم كلت، خلاص ترى باكل بسيط بضبي ان شاء الله، من عندها ما باكل لا حلاوه ولا همك الله ولا هم يحزنون، برد على رجيمي الاولي اذا الله جعلنا من حيين. يلا برايكم، thank you very much. It was a pleasure. Your food delicious. Excellent. Believe me. Perfect. Very good. I'm so happy you enjoyed it. Wallah, I'm not joking. No, I'm and happy. If there is anything not good, I will say to you. But believe me, nothing is not good. Everything is perfect. I'm very happy. Thank you very much. You're very well. لين آخر لحظة وأنا أتشكرها عند الباب. وكلها تقول مبسوطين انكم جيتونا وانتم زينين وما ادري شو من هالكلام كله. جزاها الله خير. حرمتن طيبه وفنانه هي، وهالمطبخ هذا المطعم مال ريال ويا حرمته متشاركين شراكه، ومسويها مطعم العود كم مكبرها اللي تشوفونه، تشوفون شو كم مكبره. ثلاث ادوار ترى اهلي اليوم عاد، لان يوم عادي من الاسبوع، فلذلك فاتحين بس الدور اللي تحت، ولا باجي الايام الاسبوع الويكند يعني في الاجازه يفتحون هن الثلاث الادوار، ويجيبون الطبابيخ الباجين، الطبابيخ عاد الحين مرخصينهم، يجيبونهم الخميس والجمعه والسبت والاحد، اربع ايام في الاسبوع يجيبون الطبابيخ اللي عندهم كلهم، باجي الايام رخصوهم، يا غير اظني يمشون معاشاتهم تمشي. انا بعدني لو ياس وياهم ما عرفت هالمعلومات. جرت تخمين، لكن اتوقع ان تخميني صحيح، يعني ما اظني انا اكون غلطان، لكن اظني بيخلون طبابيخ وهم ما يشتغلون، ما يبونهم يعني قيس اللي ما يبذلون عليهم، ما حب يدي معاشات بلي ما يكون عليهم طلب لوشياته. زين ترى الحين طلبنا السياره هاي مال اوبر تينا تودينا الفندق، والله شو بقولكم يعني الحين تاكدت اني شبعت، لاني طلبت كيك وايس كريم اخر شيء. هي خربانه بعشو خربانه حرير، اسال الفطر مره ظهري البحر بعد، لا شيء حديد يبودني ولا شيء، بسم الله اقولكم هي خربانه تلا ولا يبات اليوم اخر يوم، بس خلاص من باكر من رد ابو ظبي خلاص الرجيم بيرد الرجيم الاولي، يعني ما شيء لعبه خلاص. السلام عليكم. You are not speak English? Arabic?
I'm not Arabic, man. شوف انت والله تحريتك عربي. والله يا ابوك اني تحريتك عربي. وخل ابوي. كل الشكر والتقدير. كل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبيد الكتبي بياض الوجه. مشكور يا دكتور وما قصرت. مشكور يا معالي الدكتور سفيرنا في استراليا. يعني الله يطول بعمرك ويحفظك. وما كان لداعي هالعبالة كلها عبلتوا على عماركم وغدالك وجهي قبص بعين يوم جيت وشفت هالشيء مكود عندي في حجرتي. مشكورين وما قصرت وانتوا ناس راقيين ومن بلد راقي وهل أصول وما تقصرون في الزوار. وكان هم أبويه تبع رواد تواصل اجتماعي ولا طلبة ولا المواطنين كل من تركضون لحفة ونعل. بارك الله فيكم مشكورين وما قصرتوا. معالي السفير الدكتور عبيد، كان في خاطري اوصلكم السفاره لونكم لون بقعكم جريبه. لكن من 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 دنبرا دنبرا هي العاصمه كانها دنبرا هي لين سدري 3 ساعات بالسياره ونص ساعه بالطياره بعيد. ولا في خاطري اي أيوة اسلم عليكم اسلم على اعضاء السفاره ولي في السفاره ولي عم ليش اشتغلوا في السفاره والموظفين والموظفات. ان شاء الله اذا كان في العمر بده الجايات اكثر عن الرايحات. ومدام في العمر بده بتسوي لنا ييه بدال المره 10. ابوي هاي دولتنا الصغيره خارج الدوله. هاي الدوله سفارتنا في استراليا عباره دولتنا خارج الدوله. هي نعم هاي يعني قطع من ارضنا في استراليا هاي لنا. نحن ننتمي لها السفارة. ما بالله لكم أنتوا، ما بالله حق السفير والسفارة والموظفين في السفارة. لا هاي حين تازم أبوي قطعة إلنا فيها مثل ما أنتوا لكم. يعني الله يحفظكم. وبياض الوجه حطوا الشخص المناسب في المكان المناسب. يعني الله يطول بعمرك يا معالي الدكتور ويحافظك ويطول بعمرك. وسلم على الجماعة ليه عندكم كلهم مرة مرة لا تخصون حد لين حتى قيس الدريولية بعد سلموا عليهم. يا الله يحفظكم. هلا الفراق وخاطري منكم أطار. الله يا ابوك انه ما يشبع منها هالبلاد. بلاد ما يشبع منها المراد. ما بنطول عليكم القصه بنرويكم الجديد. بس هذا ابوي الجديد. هذا الجديد شفتوا بالله عليكم شفتوا بالله عليكم وين الجديد. لا واحد سبير بعد اربعه كلهم $5 ما يندرابهم كم. حتى مالي 5 دقائق هذي تشوفونها مئات القبطان كانت مطابجهن عند الفرضة هذه. ها ما وحالي قلت بجيب التليفون عسب اني اصوركم اياها مال القراصنة. ما وحالي عنبو توحال. ها طالع وصك ما شاء الله عليه ما يندرى على حينه. هل ان هذا اعتقد سياحية هذي تشل العرب من الفرضة هاي وتحوط بهم شنها. اغمي الله بريور الصاحي كلهم صاحين يا ابوك. رويلاتي والله انها ولا والله يا ابوكم ما بتغلبوني والله ما تغلبوني. بتلقطوني يا خب قدامكم. يلا عاد انا تنوم اسوي القط حدي 4 و4 قدامه. اي شو غدي. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله اني بغدي بخير وسهاله ولا تستعينون. اي ما زين للون ما زينك يا البربل. توني ابوي اخذت مفاتيح النمونه. اي خيب بغتي على الويه. مع السلام يا حجيرتي. الحين بيون علي يشلون الشنيطات. قضيت حايت ولالي في الهوا راده. اي قفال عاد حيله.
هلو هليلة، ثانك يو. ساري شل الشنطة فقيرة، جزاها الله خيرا. ايوه اقول لكم بنزل تحت بتمشى شوي هنا. انتوا تدرون متى بنسير؟ سيارتنا الساعة 9 في الليل الطين. يا قيرنا الله يسلمكم سوينا تشيك اوت الحين بنتمشى وبنحوط وسير الطيران بيون حلو الطيران بيون الله يسلمكم مطير الامارات بيون الساعة 4:30 4:30 بيون وبنظهر نص ساعة ظني هاللقاء وهالمكان الله يعودنا عليه ان شاء الله والله يا ابو خلينا اللي يلسه في هالفندق روح غنى اللي يلسه تشوفوني عاد الحين عاد اي والله شوفوا يوم شيء يدور وراي شيء مظلم اظهر يوم ها سفر هالنمون ويوم ضربت الشمس انا المظلم والمنظر اللي ورا مسفر الحين لا يوم وراي المنظر اللي ورا مسفر مظلم انا غادي من وين هذا موضوع هذا يلا برايكم وقفت الرمس وين اجيب لكم رمسه انا ابو فرحه يمه لو بعدني ابوكم غير من بحر لو بعدني غير فيكم من بحر هالرمسه ثم زين له كل شيء فنان كل شيء فنان عندهم اقول لكم الحين احنا نمشي نفس المكان السوق البازار اللي من يومين صورته اول البارحه اللي فيه الكيكينات اللي يبيعون الباعه الليترات الخيام عندهم هذا الممر شفت العالم كم كثر هالبارحه فيه موجوده وشفتوا كم يميع الخيام ويميع الوادم الحين ما كانه شيء لم يكن يعني شلوا سامانهم شلوا خيامهم شلوا اغراضهم شلوا سامانهم كله ما خلوا مكانهم صلب عود كبريت ما تم مكانهم هبشلوا سامانهم وخلوا ما فضل عنهم وخياس والقشبار يعني اسبتي الحكومه حكوماتهم تهتم فيهم في مصالحهم شو السبب؟ لانهم قلبهم على 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 اراضيهم وعلى مكانهم من الشوم المكان نظفوه هبي يخلونه خايس والله يا جماعة الخير جوهم رابش يعني سمعتوا الجو الربشة جوهم حياه طح وين ما سير والله يا ابوك ما حد يقول لك كم الخبر ولا حد درابك وين ساير وين ياش ولابس شوف المخبار شو عندك شو ما عندك لا حد يسألك ولا حد يمتحن منك ولا حد حتى درابك وين سرت ولا وين جيت والله يا ابوك البلاد يقولوا اللي يقولون عنها ما حد يقول حق الكلب سي هذه والله ما حد درابك وين ساير ولا وين جاي حافظ الله عليهم وعلى معاملتهم ناسهم خيرين وما حد اخير عنهم شوف لي اخوك تشوف الدنيا لحد ساير وحد جاي وحد كاعوكي يعني ومن كل جنسيه ما شي ابوي هذا ابيض ولا اسود اشلق ولا ابلق كل يمشي ابوي في حال سبيله ما حد درابك شو عندك شو ما عندك شو كلت شو شربت شو لابس لا بتقول بتتلبس ولا بتقول بتتعدل ولا بتقول بتتروح مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشتطي يلا بنام استخراف يلا هدعت الله والله يا ابوك ما ودي اسير عن هالبلاد غير الوله على الدار الوله يا ابوك على الدار ومن سكن فيها إلى الله يحفظها من دار يقولون الأوليين الدار عنت أهلها الدار عنت أهلها هي نعم الحين هبل أنت تتوله على دارك دارك بكبرها متوله عليك ما حد يقطع أبوي الدورة من داره ولا من ربعه ولا من صدقانه ولا من الليلة رجلنا لو ما يندرى بحاله ما حد خطف لنا العربي وراي كم واثنين لا لازم ارد الحمد لله ترى العمال هذا شبك هذا هني حد يعني ما طرقت انا لا انا ادري ان هذا شبك وبالعمال اللي فيها سوي
اي احد من العرب انا ابوه مره كل التليفون قاطب انك ها فتكفخت المواثل لا تكفخني عن ابوه انا عندي عيني ميزاني ما اشوف ثري اشوف يحافظ على العرب اللي خطفوا على يميني يس الو اي حافظ عليهم حليلهم انساك لازم تبارك الرحمن ما تقول يعني بتلقط نمونة وحدة لا اعتقد البلاد هم خليط من كل حد فيها سكانهم الاصليين اظني غير شكلهم غير كل العالم حلي تشوف حد صيني حد ياباني حد لبناني من كل البلاد من كل البلاد موجودين فيها غير متأقلمين في البلاد ومنسجمين يعني ما تقول بتلقط حد بيستغلك ولا بيرمسك ولا حتى بيقول لك وين ساير إلا كان روحك سألته بيجاوب هبشرات شيء من البلادين يوم بتسأل حد حطوا لك إذن طين وإذن عين أي بلاد إن كان هل يصيرنا لها نحن دبة حياتنا كلنا بيحط إذن طين وإذن عين إلا هالبلاد يرفعون لك حفي ومنع اللي بيجي اول بادي يصير اوكلاند طياره سيد دايركت من ابو ظبي ولا من دبي سيد تشله الطياره لين اوكلاند جالس 5 ايام ولا اسبوع انزين وخلاف ابوي يصير وين كنا نحن هايش البلاد وين الثلوج وين الدنيا والعلم والخبر انزين وخلاف ابوي يصير ملبورن من عقب ملبورن يسير الله يحفظكم اي سدني واخر شيء اذا عندي عيال يبون يبسطهم ويكشتهم على اللي شوف هذا اللي روحه اللي روحه لكن اللي روحه ولا ويا شباب ولا ويا اخفاف يعني لكن اللي وياهم يهادو يعني مفرخة وميات ويبون ملاهي وحيضان وحدائق وملاهي جولد كوست يرومون ست شهور من تيلس ما ينشبع منها البلاد بس يوم تبقى ويزحب بيزاته البلاد الغلاء الفاحش مش موجود تقدر تتكيف على كل يعني شو شقيق لندن اللي في نفس المستوى اللي احنا سكننا فيه يعني مش اقل في الاسبوع عن 3000 او 4000 باوند في الاسبوع الواحد مستحيل في هذه البلاد في جولد كوست 300-350 ثلاث غرف نوم وعلم وخبر وسكيورتي يا غير وإن بغيت يتيك خدمة فندقية حق ينظفون تنظيف يجونك أبوي لين مكانك وينظفون لك اللي تباه كامل وتزيد عليهم شيء بسيط لا يذكر يعني وأمان ويسدك المعاملة وأكلهم فنان وطيبين جولد كوست صورت لكم أنا يعني كأنك ساير بلد عربي عرب ويويل وخلق الله وناس طيبين صفوة هالدار كلها موجودة في جولد كوست صفوة هالدار كامل كلهم هالدار يعني الناس اللي عليهم رضوان من الله بتلقطهم هنا الهواة السفر يعني اللي يبون يصيرون يقيضون ما يبون الحر يصيرون جلستهم فنانة يسون في السير واليي مكانهم يعني حاشمين عمارهم فلذلك الناس تحشمهم لكنك انت بتيلس تسوي حركات كان ذكر لو انت في بيت الله
لو انت في بيت الله الناس بتنظر لك نظره والله انها حتى وانت في بيت الله انت انسان غير محترم الناس ما بتحترم. بارك ديره الغربه ديره الغربه ابو ولادمي حشم عمره في كل وين ما يكون يعني هبي درت تاكل في مطعم بيع في تطرب ولا ترمس في مكان تحرى عمرك بس الا انت روحك في المقهى ولا في المكان ولا في المطعم ولا في الكافيه لا ولا في حديقه في سباغم انت وعيالك بربك لي خارج انك لا تحترم العرب حق الناس تنظر لك بنظره صحيحه هذا اولا ثانيا الاماراتي وين ما يصير الناس تحترمه بالاخص الاماراتي كلهم محترمين شر بخيبه هالبلاد هذه غير الاماراتي مميز وين ما يصير هبل في استراليا وين ما يصير مميز اللهم لك الحمد يلا بنام صفاف عاد بس عليك. شفتوا الله عليكم اللي نزلت لكم يا توني عن ملبورن وجهة الأحسن عالميا للعيش فيها الناس يعني تودر كل بلاد أتي تتدير في هالبلاد وتسكن تعيش تقضي وتمضي تقدر يعني كل فئات العالم اللي عنده اللي دخله بسيط اللي يبغي الرفاهية اللي يبغي الاقتصاد اللي يبغي يعني كل شيء يقدر الإنسان يسويه في هالبلاد فلذلك تلقى من جميع الجنسيات اللي في الكون يتواجدون في ملبورن شو السبب؟ جو عمران نظافة أمان تجارة عقار كل شيء فيها فنان لذلك البلاد فنانة. أنا مش قضية منبهر وقضية أني أنا شايف العز بأمه اللهم لك الحمد يا غير واحد قل الحق ولو على نفسك يعني الواحد يشوف الشيء الزين يذمه ما يليج في العقل لا والله الزين بقول عن الزين والدنيا ها شوف الدنيا كلها تلق مولات وشرات مولات مثل على تكاليف مول دبي وانت ساير على تكاليف مول دبي وانت ساير معلوم مول دبي ماله وصيف في الدنيا العودة يا غير بعد المولات في هالبلاد مبنى محزم وانت ساير لا والله بلادهم زينة صدقكم يا جماعة الخير أقولكم الابتسامة وين ما تصير الابتسامة قدامك نعم والله يا أبوكم يلي بيي هالبلاد إنها بخسران مرة ترى بخسران وأسعارها موافجة ويعني في عدة مستويات لازمي وين يقدر وين يبى والله يا البلاد تنغش من العرب تنغش أبدا السوق يفور المكان هذا كله ممرات ما في داخل المولات الحين نحن بين المولات بين الأسواق وين الناس تتمشى وتسير وتي والله والجو براد آكل جو الفنان اللي غير نمونه وأكلهم طيب وكل شيء زين والله يا أبوك اللي ما يجي هالبلاد غلطان وترى هب بعيد وايد 13 ساعة ترى ما بوايد بعيد عبارة كان اللي بيي ما بمال 10 أيام 5 أيام لا اللي بيي أقل شيء أبوي 3 يمعات إذا وياه عائلة كبيرة يعني لكن اللي بيي وياه عائلة صغيرة يعني أسبوعين يسدنا أسبوعين 3 أسابيع على حسب الميزانية هي نعم شوف بنيانهم ها تلقى طناطح السحاب وتلقطها غير بويت صغيروني وهو هذا من أغلى عقار في العالم بيكون وأحسن مكان وجميل وشكل وشو بقولكم والله يبها طيب دنياهم دنيا اللهم لك الحمد يا الله يا رب تحفظ بلادهم بلاد المسلمين أجمعين هذا اليوم آخر يوم هذا حفظ التصوير في هالمنطقة خلاص تلايا وليبات في ها إن شاء الله كان الله جاء في العمر بده إن بنيها وبني غيرها بل في الدنيا كلها دام شيء في العمر بده وشيء نشاط وشيء هب لا والله بنسير وبني يوم بيين أبوي زامنا حالنا حال من يا أبا خير عم بطيخ نطاح السوق ها
اي نعم. Thank you everybody. See you next year. Bye bye. حليل. بالخير. طبعا تقول الحين شو هذا مطرش فويس نوت في هالوقت، بس والله العظيم يا ابو محمد والله اني ما اكذب عليك، اني قمت من رقاد على حلم، والحلم كان الله يسلمك كنت خاطف صوب بيتكم في محمد بن زايد، وشفت يا طويل العمر عندك برع قفص في دي اي، ومريت صوب القفص وسرقت الدي اي اللي عندك وسرت البيت وذبحت، والله العظيم انه كان هذا الحلم، وانا ادري انه مو عندك دي اي، بس ما ادري شو خلاني احلم بالدي اي. يا ويلك من الله، ما اسامحك على دي اي، دي اي وردهن. والله العظيم حتى الحلم فارط، حلم فارط. هذا يقول لك الحلم المفارج، هذا هو شرات الاكل بعد من الوقت وياي في الطياره. شو هالمضيفه جديده صغيرونه، وهذا المضيف الفنان حليلهم. What's your good name؟ إيزابيلا. Your name؟ آيزر. ما شاء الله عليكم إيزابيلا، you look very beautiful girl. Look here. Where are you going? To Dubai? شو اللي المناسب لبستوا عيالكم هذا؟ زي الطيارة الإمارات؟ عندهم بالمدرسة زي سفر. إيه. صورنا أحسن شيء وأحلى زي هو زي الإمارات الطيران. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. الله يبلغكم فيهم عرسان إن شاء الله. ونعم ما اخترته والله، جزاكم الله خير. اوكي حبيبي، شوف يا لما نقولكم الامارات كل شيء غير، حتى يبوك اللي ما يخصهم في الطيران في المدارس روحهم يوزعون، يشترون زي يختارون يعني كاجمل زي ويلبسونه العوائل، تلبس عيالهم فيابوهم علشان يصورونهم في ويا الكابتن ويا المضيفين الكرو كامل، فحليلهم حليل. شفتهم لفتوا انتباهي حليلهم، تريون الحين يصورون كلهم هالي انتم جايين اساس. كل حق طيران الامارات، كم خان بخان، ها كم خان بخان، كم خان بخان، كم خان، كل ابوي طيران الامارات محتلين الدنيا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يلا يا رب تحفظهم من كل شر، حفظ طيراننا من كل شر، الامارات والاتحاد من كل حسد ومن كل عين ضاله، ما ادري شو يقولون بعد من نافي، ها كلمه كل طيران الامارات وين ما تصد. يلا انا مستخلاف عادي والله، انك يوم تخطف ولان اللي شايف كله مكتوب عليه الامارات الامارات الامارات، ين رقبتك تغدي رقبه ما بحوار ولا ببعير، غدي رقبه زرافه. اللهم لك الحمد، يا الله يا رب تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وتبارك ان شاء الله في عيال هاي وحليلهم يتو يثبتهم مساكين تسمونهم اللي لابسين طيران الامارات حليلهم. والله مسوين جو متيمعي، خلق الله يصورون وياهم، روحهم ترى منهم إليهم، ما بدنا يعني المدرسة تقول حق هاليتم كل حد أبوي يختار أجمل زي ويلبس عياله، فما لقطوا زي أجمل من طيران الإمارات ولبسوا عيالهم ويابوهم المطار حليلهم، شيء جميل ما شاء الله تبارك الرحمن، يعلى الله يحفظهم. معاملتهم سلسة بطريقة ما تتخيل، من أول ما نزلنا من المطار من
سيايير لين دخلنا احنا داخل، خطينا جوازات وخلصنا. معاملتهم سلسة بطريقة ما تتخيلونها، سلسة ابدا، التحرى حد قاري عليهم، سلام 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 سلام، والله يا ابو ما حد قال نكمل خبر. جزاهم الله كل خير وما قصروا. بياض الويه عليكم ابوي هل استراليا، بياض الويه حافظ عليكم على معاملتكم. تربيهم ربايين ابوي ومذهبين هاك المذهب الفنان، يعني من اخير المطارات اسرع حتى عن مطارنا. نعم في استراليا هذا البلاد اللي نحن فيها سدري، هذا المطار الدولي مالهم، والله يا ابوك لانه اسرع حتى عن مطارنا. تبارك الرحمن جزاهم الله خير. حرام يا مطارهم ين روع 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 هب مطار يا ابوك، ما شوف بلعك مطار، شوف يا غير التحرى الهرد. نعم يا غير التحرى عمرك بعد ما بالهرد، تحرى عمرك في دبي مول، ها حرام انك تحرى عمرك في دبي مول. طع نيشان طيران الامارات وين حاطينه، وين ما تصير ابوي حاطين النيشان. طيب شيء مهول 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 مهول، مطارهم وايد فنان، شيء لا صار ولا استوى، يعني الله يبارك لهم. لا هم فنانة، لا هم فنان وكل شيء مرتب وكل فنان وكل غاوي. نصيح مني أنا للي بيسافر عن طريق مطار سدني، لا يضع لي قبل ما تطير الطيارة بساعة ولا ساعتين، على الأقل 4 ساعات لو 5 ساعات. المطار روحه متعة، شيء يعني لا صار ولا استوى. المطار روحه اليلس فيه والتمشية روحه عبارة كأنك لاف نص الدنيا. مطارهم روعة 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 زيادة على اللزوم، تبارك الرحمن ما شاء الله. ما مطارهم ياخذ العقل، كلمة جنان قليلة على المطار. مطارهم التمشية فيه روحها نص السفرة، نص السفرة روحها مطارهم. لا تقولوا ما قلت لكم، السائر يعلم الغايب، سائر يعلم الجاي، سائر هي أن يعني اللي بي وقت السفر أول بعد يخلوا فلوس أبوي عندكم، هبتوجهوا ما وراكم دونكم، لا بتو طار روحه يسوى ويستاهل، يسوى ويستاهل. مطار يعني في منتهى الروعة، ودك إلا تتفرج، ودك إلا تتفرج، حتى لو ما تشتري برايك على ما قالوا المصريين. طب خذ فكرة، خذ فكرة، بيطيح نصك أنت، خذ فكرة، فرق النهاردة وخذ بكرة، فرق النهاردة ويشتري بكرة. شي قالوا المصريين، ما كذبوا، ما قالوا عيلة، شيء لا صار ولا سوى. يعني مطارهم يسوى ويستاهل، شيء يعني رقم واحد. لو بجلس اصور ابوي كل شيء اشوفه في المطار يبالي ب15 يوم. بيبي المطار ابوي جد، انا اقول ساعتين، لا والله كان بيروم قبل الطياره 3-4 ساعات. يا الله يا الله يروم يكسر ربعه بلاد ومتعه، ما بالبلاد بلاد ومتعه، يعني بلاد ومتعة يختلف أخير عن يوم يكون بس بلاد، بلاد ومتعة شيء رقم واحد. الله مليون مرحبا ولا يسدن، مليون مرحبا ولا يسدن، مليون مرحبا. إيه أكو ها شوف الوقار روحه، ها شوف شوف المكان، ها شوف الاسم، بالله عليكم شوف الاسم، روحه روحه يا سلام، ها بابهم روحه يشرع، ها حيث انهم مرحبانيين ابوي، كل شيء فيهم فنان، كل شيء عندهم فنان فنان. ما يندرى منو هذا اللي تاخر يزقرونه. يا حافظ على هالبلاد، يا حافظ عليه. كم بتمشي كم بتمشي ابوك، كل ابوي على ما تمشي اسواق ومحلات ودكيكينات وكل شيء شرح،
حتى ديكورات، ألوان الديكورات، ديكورات ألوانها في المطار تشرح الخاطر. تحرى حد خادم بيت روحه يعني يا سلام سلم. هذا أبوي بعد تبع طيران الإمارات اللون شمالهم. يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ، شيء رقم واحد. بلاد 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 بلاد، غرفة الكمبيوترات والدنيا مهي مهي على ما تشوفون. تبارك الرحمن ما شاء الله، بلادها كله متبع طيران الإمارات. كلهم ما شاء الله عن حديث وحانة، حتى ليبال حاطين ويا في نص الصالة مال الطيران الإمارات، يبل كبر بزم وعره بالشيرة ومياهته والدنيا. يا حافظ ما شاء الله عليكم، يا حافظ يا حبيب يا حافظ يا حبيب، وافين 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 طيران الإمارات يحافظ عليكم. تبويها يوم يقول السيادة الخفيفة وايد زينة، وين ما تصير ترون تفرش بسيادك وتصلي، ما يبال لا عبالة ولا تعب ولا همك الله ولا هم يحزن. لا تقول أنت في مكان وما أدري كيف وما شيء، كل حد أبوي بسيادة وكل حد سيادته صغيرونة، على سيادتين على جديمة لا حد يصير عليها، والله جديمة وايد يعني ما يندرب كم من سنة. الله أنا صاجة بصوت عالي والريال يصلي إن شاء الله، ما بكون خاديته. يلا برايكم بنام بس خلاص. كل الشكر والتقدير لهالبلاد الزينة حكومة وشعبة. هنا حكومة وشعبة لازم استانسنا وانبسطنا عندهم، وجوهم فنان وهالبلاد فنانين وزيني، ما حد شراتهم بياض الوجه. يا الرئيس مال استراليا انت وشعبك وبلادك الرقم واحد الراقي اللي ما شي شراته، جو وكرم وبشاشة وطيبة خاطر، مشكورين وما قصرتوا كلكم أبوي. يا هل استراليا ويا حكومتكم وشعبكم وبلادكم واللي يشتغلون عنكم كلهم. هذا أولا. ثانيا الله يحفظكم، هذا أولا. وثانيا كل الشكر والتقدير لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، أنت موظفينك من أكبر واحد لين أصغر وظيفة، ما أعرف شو المسميات كلها لهم، يا غير دفع الله الشر والبلاء عنكم عن كل الموظفين عن حكومتنا أنتوا تنتموا لها. وشكرا على كل التسهيلات وكل الترحيب وكل الخدمات اللي تقدمتوها إلنا وللناس كلها اللي موجودين من سياح وطلبة ومبتعثين، فشكر لكم من الأعماق. الله يعلم سبحانه وتعالى كمية السعادة اللي أغمرتني أنا بالذات من شفتة ترحيبكم واستقبالكم وعنايتكم بكل الموجودين من الشعب دولة الإمارات. أنتم ما تقصرون في الناس الغرب، ما بالكم أبوي شعبكم، شعبكم كله عبارة عيالكم. لا دمير رب الأسرة يوم ما بيحط باله على عياله على منو بيحط باله؟ انتم ما شاء الله حاطين بالكم على عيالكم وعلى جيرانهم بعد، بالله على العيال مشكورين. يعلى الله يحفظ ان شاء الله دولة الامارات حكومة وشعبا، ويطول بعمر رئيس الدولة واخوانه وعيالهم وعيال عيالهم وكل من وطت ريله بلد الخير، بلد العطاء، بلد الكرم، بلد المعروف، بلد الإنسانية، بلد الرقي، بلد كل خير في الدنيا. يعلى الله يطول بعمر إن شاء الله حكومتنا، إن شاء الله على حكومتنا وعلى شعبنا وعلى كل مقدرات الوطن، ويحفظ إن شاء الله حكامنا وعوائلهم الذكور والإناث يا رب العالمين. وسامحوني هذا آخر سناب بيكون لي في استراليا بالضبط في مدينة سيدني، ودفع الله الشر والبلاء عنكم، مشكورين كلكم، حتى انتو موظفين المطار وكل حد في الدنيا العود مشكور، حتى انتو يا المتابعين مشكورين على المتابعة. لو ما بتابعتكم انا ما استمريت ولا سويت اللي سويته كله ولا طحنت عمري هالطحنة كلها طول هالايام. يلا بارك الله فيكم، مع السلامة. تلاقى ان شاء الله وياكم في ابوظبي ولا في دبي ولا في مطار دبي اول ما اوصل. نحن الحين طيارتنا باجي عليها ساعة ونص تقريبا، وإن شاء الله إلى اللقاء في مطار دبي.
الصبح اذا الله اراد. يلا سموحه من جنابكم. واكبر شكر وتقدير لحضره معالي الدكتور السفير عبيد الكتبي سفير دوله الامارات لدى استراليا. مشكور وما قصرت، يعلى الله يحفظك ويطول بعمرك ونعم الاختيار انك شخص مناسب في مكان مناسب على كل ما قدمته وكل ما سعيت به لخدمة كل المواطنين والمبتعثين لدى استراليا. يعلى الله يسلمك ويطول بعمرك ويطول بعمر ان شاء الله كل الدبلوماسيين اللي موجودين عندكم في استراليا والموظفين من اكبر واحد لين اصغر واحد. مشكورين وقصرتوا.